بسم الله الرحمن الرحيم. هل المريض بيستمتع بالدعامة استمتاع مطلق؟ بمعنى يعني الانتصاب مفتوح، هل المتعة أيضا مفتوحة؟ لا طبعا، دي المشكلة الكبيرة اللي محدش من المرضى متوقعها أو محطتهاش في حساباته. المريض بيجي يركب الدعامة وعنده اعتقاد إن الدعامة هتديله يعني انتصاب طبعا 24 ساعة يوميا، فأقل علاقة جنسية هيعملها من وجهة نظره 3 4 ساعات. هو عنده يقين ان هو هيرجع عنده 17 سنه. اللي بيحصل ايه؟ المريض بيجي يمارس العلاقه الجنسيه فالدنيا كويسه ومستمتع ومبسوط، وبعد كده حصل القصف والدنيا تمام. بعد القصف بيفاجئ بان هو خلاص مفيش متعه. اي رجل بعد القصف سواء مركب دعامه او مش مركب دعامه او طبيعي او عنده سرعه قصف ايا كان، مجرد ما بيحصل قصف بيخش في حاجه اسمها مواد جنسي. مواد جنسي ايه؟ يعني مفيش اي استثاره جنسيه. لا حياه لمن تنادي. موضوع منتهي خلاص، جيم اوفر. الوقت الجنسي ده بيختلف من رجل الى اخر، بعض الرجال قد يكون دقائق وبعضهم ساعات وبعضهم ايام. طبعا الوقت الجنسي ده بالنسبه للرجل لو عنده سرعه قصف الشخص العادي ده كارثه بالنسبه للانثى، لان معناها انتهاء العمليه الجنسيه وما وصلتش النسوة لسه. ولو رجل طبيعي برضه خلاص القصه خلاص انتهت، لو هي وصلت ماشي، ما وصلتش خلاص. لكن مع الدعامه الوضع يختلف. حدوث القصف لا يلغي او لا ينهي الانتصاب، الانتصاب موجود كده كده عشان الدعامة. يبقى اذا الانثى مش هتتاثر بالقصف عند الرجل، ليه؟ لان الانتصاب ما زال موجود. يبقى النقطه دي مش هتاثر في الانثى نهائيا لو الراجل مركب دعامة، ولكن هتفرق مع الراجل. ليه؟ لانه هيفقد الاحساس بالمتعه نهائيا، هيبقى بيكمل تاديه واجب زي الروبوت او الانسان الالي، واحنا قلنا الجمله دي كتير جدا لانها اصدق جمله تعبر عن الموقف، هو مش حاسس بحاجه. بس بيأدي الواجب عشان خاطر ايه؟ تصل هي للناس ويبقى ما قصرش معاها يعني. ولكن ايد لوحدها ما تسقفش. مشكلة بتبقى كبيرة لو راجل عنده سرعة قصف. يعني هو عامل دعامة وعنده سرعة قصف أصلا، القصف بيجي بعد ثانيتين، 10 ثواني، دقيقة، دقيقتين، خمس. مش هنختلف. ولكن يجي لك مثلا راجل القصف عنده سريع جدا. وخد أدوية وما استجابش. أو خد أدوية والاستجابة مش حلوة. او خد ادويه واثارات جانبيه مضايقاه، او هو سنه صغير 20 سنه 25 سنه ورافض فكره انك تقول له هتاخد علاج ال 40 سنه الجايين من عمرك. ما الحل ايه؟ ما هو انا دلوقتي لو هسيبه يستفيد بالدعامه هيستفيد بيها دقيقه من فتره الانتصاب المفتوحه دي، يبقى كده هو ما استفادش من العمليه. الحل ان احنا بنعمل عمليه علاء عجلان لتاخير سرعه القصف. دي عملية بسيطة جدا بتتعامل مع عملية الدعامة، بنقص حتة جلد صغيرة من الطهارة من هنا اسمها المنطقة دلتا نص سنتي، وفي مجموعة عضلات أسفل قاعدين بنقص واحدة منهم اسمها البلبوس بونجيوزيس، أدي واحد أدي اثنين، من نفس فتحة الدعامة. ما عملهاش فتحة جديدة. العملية دي بتاخد دقيقتين، لأن أوريدي الجرح مفتوح، أدي واحد أدي اثنين. هتاخد أكتر من كده إيه؟ أنت بتقص بالمص، أدي واحد أدي اثنين، بس. لكن طبعًا دي بتأخر مدة القصف بشكل قوي جدًا. طبعًا ما بتأثرش على الإحساس. ولا الانجاب ولا الانتصار، هو كده كده مركب دعامه بس عشان هي بتتعمل لاشخاص عاديين من غير دعامه برضه، ما تاثرش على الانتصاب نهائيا. طبعا العمليه دي بتاخر الوقت عنده اضعاف مضاعفه، بدل ما بيبدا دقيقتين بيبقى اكثر من كده بكتير. طبعا ده بيؤدي الى زياده المتعه واستفاده المريض بالعمليه بشكل قوي. فعشان المريض يستفيد باي دعامه لازم يعمل معاه عمليه لتاخير سرعه القصف. ميزه عمليه علاء عجلان ايه؟ انها عمليه دائمه ما بيحتاجش معاها ادويه، وانها ما بتأثرش على الإحساس وملهاش أثر جانبية. وشكراً.